السلام عليكم تلاميذ سنة الخامسة، اليوم بإذن الله راح نشوفوا جوازم الفعل المضارع. كنا شفنا من قبل الفعل المضارع المرفوع، شفنا الفعل المضارع المنصوب، يعني نواصب الفعل المضارع لما تدخل حروف النصب على الفعل المضارع. اليوم بإذن الله راح نشوفوا جوازم الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع المجزوم، ويكون مجزوم إذا سبقه حروف حرفي لم ولا. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. يعني حروف الجزم كاين أربعة، يعني السنوات المتوسط عندنا لما وعندنا لم الأمر، أما السنوات الخامسة والرابعة نكتفي بلم ولا حرفين فقط. هذه لم ما هو دورها؟ لم هو حرف جزم ونهي، أما لا هي حرف نفي وجزم. الفعل المضارع المجزوم عندنا ثلاث حالات، يكون مجزوم بالسكون، يكون مجزوم بحرف النون، ويكون مجزوم بحرف العلة. مثال، كيكون عندنا فعل مضارع مرفوع مثلا يكتب ولا ينتبه، اذا دخلت حرف من حروف الجزم لم ولا لا يصبح مجزوم بالسكون، يعني حرف الاخير يكون فيه السكون. لم ينتبه، لا تلعب بالسكون، لا تخرج الى الفناء مثلا، هنايا يجزم بالسكون اذا كان فعل صحيح الاخر. يجزم بحرف النون اذا كان فعل من الافعال الخمسه، مثلا تخرجين لا تخرجي، يلعبان لا يلعبا، لم يلعبا، ينجزان واجبتهما لم ينجزا، هنا تحذف النون. لا تتهاونوا، حذف النون. لم يستمعا للنصيحة، حذفت النون. إذا في حالة الأفعال الخمسة تحذف النون إذا كان فعل من الأفعال الخمسة. أما إذا كان الفعل عبارة عن فعل معتدل آخر يقدر ينتهي بالواو أو الألف المقصورة أو الياء المقصورة أو الألف الممدودة، عندنا ثلاث حالات، الألف حروف العلة الألف، الواو أو الياء. هذه الأفعال نوع من الأفعال المعتلة إذا دخلت عليها حرف جزم تحذف حرف العلة. مثال عندنا تمضي، لم تمضي، تحذف الياء وتبقى الكسرة على حالها. إذا هنايا دخلت لم حذفت حرف العلة. ينمو الفعل التالي بالواو، إذا دخلت حرف جزم لم ينمو تحذف حرف العلة وتبقى الضمة على حالها. يشتري، لم يشتري، حذفت الياء وتبقى الكسرة على حالها. إذا تحذف حرف العلة في الأفعال المعتلة الآخر إذا سبقت بحرف من حروف الجزم. عندنا أمثلة عن الفعل المضارع المرفوع المنصوب والمجزوم. مثلا عندنا يسمع، فعل مضارع مرفوع بالضمة، دخلت عليها حرف نصب لن أصبح لن يسمع، دخلت عليها حرف جزم لم يسمع. ينتبه، حتى ينتبه لا ينتبه، مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة، مرفوع بالضمة. هذا إذا كان فعل صحيح الآخر. أما إذا كان من الأفعال الخمسة عندنا مثالين، يتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، دخلت عليها حرف نصب اللام ليتعلموا، حذفت النون، فعل مضارع منصوب بلام وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما إذا دخلت عليها حرف جزم لم، لم يتعلموا، نفس الشيء، نقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. مثال ثاني، تصلين، أنت تصلين، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، دخلت عليها حرف نصب اللام أو حتى أو لن أو أن يصبح فعل مضارع منصوب بلام وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما إذا سبقت بحرف جزم تصبح فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هنا مثال حول الأفعال المعتلة الآخر، يسعى أو يسعى، هنا دخلت عليها حرف نصب، هنا فعل مضارع مرفوع بالفتحة المقدرة لأنه اسم لأنه يسعى فعل مضارع مرفوع بالفتحة المقدرة على الألف المقصورة لأنه فعل معتل، سبقته حرف نصب يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، سبق بحرف جزم لا يسعى فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. مثال ثاني، يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو، إذا سبق بحرف نصب يدعو أن يدعو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، أما إذا سبق بحرف جزم نقول فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يسقي مثال ثالث، يسقي فعل مضارع منصوب، فعل مضارع يكون مرفوع بالكسرة المقدرة على الياء، سبقته حرف نصب نقول فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة، سبق بحرف جزم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هنا مثال الإعراب، لم فعل حرف جزم، يسمع فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. أمثلة أخرى،
عندنا لم يتعلموا حرف نفي والجزم يتعلموا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النو لأنه من الأفعال الخمسة. بعد الفعل نبحث عن الفاعل واو الجامعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. عندنا مثال ثاني ثالث، لا أداة نهي وجزم، يسعى فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل معتل آخر كما شفنا في الجدول. عندنا مثال آخر، لا يدعو أداة لام لا أداة نهي وجزم، يدعو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. مثال آخر والآخر، لم يسقي لم أداة نفي وجزم، يسقي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس تاع جوازم الفعل المضارع. قلنا جوازم الحروف الجزم هما لم ولا، لم تفيد الجزم والنهي اما لا تفيد النفي والجزم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، رانا درنا امثله درنا نماذج في الاعراب. الى الملتقى بحول الله.